خليني بدأ طبعا عليها. نديم هذا التقرير اللي بدك تشتغل عليه يا سكرتير التحرير. بعتذر استاذ اذا بدأ مني نوع من التقاعس. كلنا مرقنا بنوع من التقاعس. حضرتك؟ لا انا بشك. حضرتك إليك عين مدام عايدة؟ عايدة هي عايدة، سكرتيرتك ومديرة مكتبك، وشو ما بدك تسميها سميها، عايدة هي عايدة، مدام أو بلا مدام. ها، شفت التواضع خيانة دي؟ روح العائلة هي اللي ماسحة مجلة صوت الوطن، بالإذن. ممتاز الشاب. بتعرفي بعدني بعتبر نديم الشاب اللي بلش معنا خذ ورقة وجيب ورقة. من أيام الدكتيلو. يو رزق الله أيام الدكتيلو يا عايدة. طرطقت الحروف المطبوعة كانت تذكرنا انه الحرف له صوت، الكلمة إلى وقع. هلأ على الكمبيوتر كل شيء صامت، مسكر بوزه، بيطبع سكت. شو؟ عم بتلطش على أوضاعنا السياسية أستاذ؟ ختيارنا عم تلطيش يا عايدة. بعتذر مدام عاصي. معا إلى الأبد. مدام عاصي أو بلا مدام عاصي؟ يا عمي اللي استحوا ماتوا. تقمط وهيدي مكيفي. ليه تركي الباب حبيبي؟ لك مش مرتي مع رياض مهنا، مسك لايدها وعلى عينك يا دجاج. مرتك هي كانت سكرتيرتي ولا انتزل من سنين ونحن هيك. هلا صارت مرتك من كم سنه استفل، مرتك بالبيت. هون بعدها سكرتيرتي، مش هيك عيود؟ هيك حضرة المدير. أنا اللي بدي هيك. كتر خير اللي تجوزت واحد على عصا. ولو تيسير عصاية بأخرتي. دي محرور شي منير؟ ايه على هالشوفات. طيب انا رح روح على مكتبة اذا بدكم شي عندي. الورقة الورقة. ايه نسيتها، ما جوزي بطير لي عقلاتي. حضر لي حالك. عشو؟ ما عاد في يكفي بالمجلة. تعبت. روح ارتاح منير. لو ما كان جسمك حديد من بدايته كان اللي صار معك قتلك بعيد الشر. ما هو قتلني. شو بتسمي هيدي؟ مش موت؟ بتضلك الخير والبركة لصوت الوطن. راضي يكون الخير والبركة على الشرط. شرط شو؟ تصير انت رئيس مجلس الإدارة والمدير العام ورئيس التحرير. ما انا هول كلهم بلا جميلتك. بدي اياهم بتوقيعي. بدي اياك تستلم انت رسميا حتى اعرف انا ارتاح رسميا. منير انت بعت لحالك انت صرت مجوز ومرتك الها حق باللي عم بتعدهم وحابب انهم يصيروا لالي رسميا. مجوز بلا ولد. الله يخلي لك كوكو كمان. كوكو بنت خالتها العايده. بس عايشي معكم بالبيت بعد موت بي وامها. بحبها مثل بنتي بس مش بنتي، يعني بلا ولد. اعتبرها مثل ما بدك. بس انا ولد بلا مرة. انت الحق عليك. هذا الموضوع مش للنقاش. ليش اي موضوع كان معك للنقاش؟ مجلة. خذها خيي. خذها. وناقشني باللي حابب ناقشها فيه من سنين. حط على عيني شي مرة. سبق سيف العدل. أنا صرت بعمر كل ما أفكر إني رجال بتذكر أكثر إني بي وبنتي صارت صبية. وملعبتك ساعديني. أقول لك عم تردني لأصل الإنسان؟ أصل الإنسان إنسان. داروين إنسان. أدخن قرد قدر يعرف يأشر موزة وياكلها مش أكثر. أصل الإنسان إنسان من أصله بيحب وبيشتاق وبيجن وبيبكي وبيضحك. مرتك ماتت من 16 سنة. ما مرقت بولا عاطفة من اللي عديتهم. لنا كانت كل العواطف اللي عديتها. لنا بالنهاية مش إلك. وهيدي لازم تعرفها. أنا رح أمضي الأوراق اللازمة حتى أعرف أرتاح ببيتي. ومرتك؟ قصدك سكرتيرتك؟ وين بعتي منك؟ عند الإنسان اللي مش أصله قرد. سمعتك.
بحبك، بعرف انك زعلانة مني وحقك ما تجاوبي، بس صدقيني ما في شي بيني وبينها. مين هيدي؟ مش لنا؟ انت مين؟ اشي حبيبي؟ ماما؟ تسلم لي هالكلمة شو حلوة من شفافك. بك شي حياتي؟ لا. ما بدك ترد؟ بلا بلا بدي رد. شو ناطر؟ ما بقدر. ما بقدر او ما بدك قدامي؟ ساهر انا رايحة، بدك شي؟ لا. عندك جامعة اليوم؟ بعد الظهر. قريب اشوف. ليه ما رديت علي؟ مين هيدا؟ لي رن 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 وما ردينا قدام الماما. بابا راح وما ترك لي مصاري. انا تركت لك مصاري على الكومود باوضتك، ما شفتهم لما كان شوفها؟ ما انتبهت. اكيد ما رح تنتبه. مرن رن رن اخذ لك عقلك. فين؟ ممكن تبدأ انت ماما؟ شو بدك قول؟ ما بعرف. حلو كتير. شاب ابن 21 سنة ما بيعرف شو بدها امه تقول لصاحبته اكيد. الو مين عم يحكي؟ انت مين؟ انت الطالب؟ يا طالب حدا بتعرفه؟ يا لا. نهلا؟ رياض؟ عمو رياض؟ في شي رياض؟ لمين هذا الرقم لهلا؟ إليك؟ لا لزاهي. في شي؟ بده يكون نهلا. نقصني رياض، شو في؟ نهلا لازم نحكي.